استعرب المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني عن افتخاره بمنحه كرته الذهبية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعدما توج بها كأحسن لاعب جزائري لسنة 2013، حيث استلمها محمد علي بوغازي مستشار رئيس الجمهورية، والذي أشاد بهذه المبادرة التي تعكس حسبه اعتراف العائلة الكروية الجزائرية بالمجهودات المبذولة من قبل السلطات العليا في البلاد لفائدة الرياضة الوطنية. ما ننساش نقول بلي هذه الجائزة بفضل زملائي بالفريق الوطني، باسكو بدون زملائي الفريق الوطني مانيش هنا في معاكم هنا. بالنسبة لي أنا حاب نقدم هذه الجائزة لفخامة رئيس الجمهورية كهدية رمزية لكل المجهودات اللي يقوم بها للرياضة الجزائرية وكرة القدم. لقد شرفني فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد روراوة وصف التتويج بالمستوى